تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الخامسة. لليوم الثاني على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 15 فلسطينيا وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة، وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح مختلفة. وقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 20 فلسطينيا في مناطق متفرقة في الضفة الغربية. وقد أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة اليوم توقف محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب نفاذ كميات الوقود في محافظات القطاع، وأكدت أن هذا التوقف سيؤدي إلى خسران كميات كبيرة من الكهرباء، وبالتالي سيؤثر على كافة المرافق والمنشآت الحيوية في غزة وسيفاقم من الوضع الإنساني. وقد نددت العديد من الدول والمنظمات الدولية بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعية إلى عدم التصعيد في القطاع ومراعاة الوضع الإنساني هناك. وضمن ردود الفعل العربية، أدانت تونس عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر حسب بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ودعت تونس مجددا المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة له والتصدي لجرائم المحتلة. وأكد البيان التزام تونس الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطيني غير القابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال وإقامة الشعب الفلسطيني الشقيق لدولته المستقلة وعاصمتها القدس. في موضوع آخر، تعطيلات عديدة شهدها مشروع طريق السيارة جابس مدنين بينها العقارية وأخرى تشمل اعتراضات المواطنين فيما يتعلق بإنجاز محولات وممرات علوية. الجهات المسؤولة تسعى إلى تجاوز هذه المشكلات حتى تكون الطريق جاهزة للاستغلال في الثلث الأول من العام المقبل. مشروع طريق السيارة جابس مدنين تجاوزت أجال الانتهاء من إنجازه والانطلاق في استغلاله فترة طويلة لإشكالات مختلفة منها العقارية على وجه الخصوص، ومعها تواصلت معاناة مستعملي الطريق الرابطة بين مدنين وجابس. طبعا احنا كلنا نعرف جماعة الجنوب كنسافروا التونس، معناها جابس مدنين هي أكبر مشكلة. النقطة السوداء خويا، طريق جابس مدنين طريق الموت يا خويا، بصراحة يادس أحوادث وبرشا مشاكل صايرة في الطريق، وماذا بينا في أقرب وقت ويرقلوهولنا الطريق وتخف علينا حتى على الحركة في وسط الطريق وفي وسط السوق وفي وسط الزحمة. وياسر لازمهم يعملوا مجهود ولازمهم في أقرب وقت نورمالمون لازمهم يحلوه غدو، فهمت؟ أسهل حاجة باش يتنحى الضغط على الكياس هكا والناس تقضي مصالحها وتربح الوقت. هذا المشروع الذي يمتد على مسافة 84 كيلومتر وينجز باعتمادات تقدر ب 550 مليون دينار، تابعت وزيرة التجهيز والإسكان بمعية السلطات الجهوية بولايتي مدنين وجابس الإشكالات التي تحول دون إتمام هذا المشروع، مؤكدة على ضرورة الانتهاء منه في أقرب الأجل. احنا معناتها كيما وعدنا نحبوه يوفى في آخر السنة متاع 2022 بالنسبة للطريق، وبالنسبة لكله يكون وظيفي إن شاء الله في الثلاثية الأولى متاع سنة 2023. يعني يلزم الظافر الجهود الكل باش المشروع هذايا يكون وظيفي في أقرب الأجل. ما عادش معقول باش نزيد ونخليوه يوخر أكثر من اللي يوخر، لكن الطلبات متاع الجهة لا متناهية متاع نحلوا إشكال هاو زيدني معناتها ممر علوي هاو زيدني محول، راهو ماهوش معقول. احنا دراسات نقوم بها على اساس دراسات علميه على مستوى كثافه المرور، ماهوش معقول راهو باش نكملوا بالطريقه هذه. تحاورنا معاهم، عملنا عديد الجلسات عديد الاستشارات، فهمناهم راهو تو ما عادش مقبول باش تعطيل المشروع، راهو معناه مشروع هذايا ذات صبغه وطنيه ومشروع كبير، ماهوش معقول راهو كل نهار بحسابه. بالانتهاء من انجاز طريق السياره جابس مدنينه وقبله مدين راس جديره، حلقه اضافيه في سلسلة تطوير البنية الأساسية بولايات الجنوب التونسية دعما لتنمية هذه المناطق.
قصد التعريف بابداعات الحرفيين الجهويين وترويجها، وفي مبادره هي الاولى بجهه المنستير، خصت المندوبيه الجهويه للسياحه بالتعاون مع جامعه النزل والمندوبيه الجهويه للصناعات التقليديه، خصت عددا من حرفي الجهه بعرض ابتكاراتهم في الصناعات التقليديه داخل الوحدات الفندقيه. تابع عدد من السياح المقيمين باحد نزل مدينه المنستير عرض الحرفيين لابتكاراتهم في الصناعات التقليدية المتنوعة. لأول مرة أرى مثل هذا العرض وهو جميل جدا. وجدت هدايا للأصدقاء وهذا جميل. العرض هذا يدل على أن ثم في تونس يد عاملة تقليدية هائلة برشا، وتونس تسخر بطاقات كبيرة كما هذه ونشجعوهم، ومهما يكون الثمن شارينو سعر باهي. الكلية هذايا فريمون سيت ويا لونتون معناتها، وتوقيت وتفكرت واللي هو الشركة متاع قبل لا تتلبس مع التخليل. مبادرة هذايا جات ما بين المندوبية الجهوية للسياحة وجامعة النزل باش الحرفيين هذوما يعرضوا البضاعة متاعهم في النزل متاعنا، باش السائح ينجم يشري حاجة معناتها تكون له تذكار معناتها من الوجهة التونسية. واحنا فرحنا باش نعاونوا الحرفيين هذوما والصناعات التقليديه نتاعنا ككل. وقد استبشر الحرفيون والحرفيات بهذه المبادره التي قامت بها المندوبيه الجهويه للسياحه بالمنستير قصد التعريف بالمنتوج التونسي في الصناعات التقليديه وترويجه. ايام هذه ستكون بمشاركه تقريبا 15 نزل من جهه المنستير كبدايه، سيكون في كل يوم تونسي موجود في النزل، سيكونوا فما 5-6 حرفيين موجودين في النزل كل اسبوع. حرفيين معناها باش يستنفعوا انهم يخدموا هم الخدمه، واحنا لي ديزاينر نعاونوهم باش البرودوي يوصل وباش المنتوج يوصل. ان شاء الله المبادره هذه ما تقتصرش كان على المره هذه، ان شاء الله تتواصل. حرفيه في الفريزين، نعمل حاجات بالريزين، ديما نشارك في المعارض، اما المشاركه بتاعي في النزل اليوم الحقيقه تحفونا على الاخر، لقيت فيها اقبال، فما توريست، فما توينسا في الخارج كلهم عجبهم المنتوج بتاعنا. بالنسبه للفرصه نتاع النزل انه يجيو برشا أجانب، فهمتني، من جنسيات مختلفة، هي فرصة باش نعرفوا للفن الفسيفساء للأجانب اللي يعجبوا به بشكل كبير برشا، على خاطر هما مع برشا دول راهم ما عندهمش ماضي فسيفسائي نهائيا. هذه فرصة طيبة باش الحرفي يقرب أكثر للحريف ويعرف بالمنتوج نتاعو وبالصنعة اللي يخدم فيها وتسهل عليها عملية الترويج. نشاط متميز ومفيد للحرفيين والحرفيات العارضين بالنزل، ومن شأن هذه التجربة أن تخفف من أزمة ترويج منتوجاتهم الحرفية وتحفيزهم على مزيد الابتكار والإبداع. تحتفي مدينة سبيتلة من ولاية القصرين بالشعر الفصيح والشعر الشعبي من خلال الدورة الثالثة لأيام الشعام للشعر. الدورة التي تتواصل على امتداد أيام شهدت حضور عديد الشعراء من مختلف جهة البلاد. مدينة العبادلة صفيتلا استقبلت أكثر من 100 شاعر وشاعرة من كل حدب وصوب توافدوا للمشاركة في الدورة الثانية لأيام الشعامبية للشعر الشعبي والفصيح. ما تظاهرت أيام الشعامبية للشعر تظاهر في الدورة الثانية، صناعتنا مساهمين في الدورة، المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عندنا بيت الشعر مساهم، عندنا جمعية أحباء المكتبة والكتاب بالزهور، الجمعية التونسية للثقافة الشعبية، جمعية تونسية المكتبيين والموثقين، عديد الأطراف المساهمة. كالعادة مسابقات بين الشعر الشعبي والشعر الفصيح تختتم يوم 7 أوت بإعلان النتائج. وجه في أكثر من تظاهرة، منها في القصرين في الشعر الوطني، مهرجان الشعر الوطني بالقصرين، لكن أول مرة نكون موجودة في الشعامبي بقصيدة في الوطن. هي قصيدة رسالة لكل أم، لأن الوطن هو رسالة وكل أم مدرسة وتنجم توصل رسالة حب الوطن لابنها. سعيدة بالمشاركة في هذه الدورة الثانية لأيام الشعامبي للأشعار. شاركت بقصيدة وطبعا سعدت بقبولها والانضمام إلى ثلث شعراء الذين طبعا حضروا. في الحقيقة هي أول مشاركة في مسابقة من هذا النوع.
شعراء سيتنافسون بقصائدهم وأشعارهم، وستصدح حناجرهم بأجمل ما قيل عن الوطن، وهو موضوع المسابقة الوطنية للشعر خلال هذه الدورة. كانت لمشاركة الدورة الأولى الفارطة في يوم الشعامبي للشعر، يعني اللي كانت دورة ناجحة بأتم معنى الكلمة، يعني في تظاهرة من أكبر التظاهرات والمسابقات الشعرية اللي جمعت بين الشعر الشعبي والفصيح في تونس، يعني حقيقة كدورة أولى كانت ناجحة نجاح باهر، وزيد وفقنا ربي يعني عمناو الأول مرة أني نشارك في مسابقة شعرية وتم قبولي باش الإنسان يعني يكون ينافس كبار الشعراء، وهذا شرف كبير. نحن عملوت شاركنا الموضوع كان قصيد حر، المطلع نقول والحر يبقى حر صافي دم والصقر ديما مسكنه في القمة. السنة بطبيعة أعطونا موضوع الوطن، إن شاء الله نكون موفقين، ونتمنى يا ربي إنه أي نص يستحق التتويج يتوج في هذه المنطقة. الأيام الوطنية للشعر الشعبي والفصيح تظاهر ستتواصل فعالياتها إلى 7 من شهر أوت الجارية، وستتوج باختيار أجمل ما كتب عن الوطن. ومن الدورة الثانية لأيام الشعامبي للشعر إلى ليلة النجوم 19 التي تفتح مدينة العلوم بهذه المناسبة أمام التونسيين أبوابها ليتأملوا فيها بديع الأجرام المضيئة ويتعرفون على تاريخها ورحلاتها من خلال محاضرات علماء تونسيين يروون قصص السماء وسكنها. هذه الصور للإقبال الكبير ليست لمهرجان صيفي ولا لسهرة احتفالية، بل هي صور لهواة الفلك الذين جمعهم الشغف بالعلم لتكون مدينة العلوم وجهتهم بمناسبة ليلة النجوم في دورتها 19، حيث تم وضع أجهزة تلسكوب على ذمة الزوار لتمكينهم من مشاهدة القمر في تربيعه الأول وعدد من الكواكب الأخرى. أنا جيت لهنا بشكل يا أخي اكتشفت النجوم والكواكب الكل. محلاها التجربة هذه، عجبتني رؤية القمر وحتى الديناصور صورات هاني باش ندخل لهم ونزيد نكتشف برشا حاجات. اني ملي اني صغيره نحب العلم هذا والفلك والكواكب وكل شيء، علاش اليوم مش نحب نشوف القمر والكواكب، وهاني بعد نشوف الديناصورات. انا جيتوني خاطرني مغروم بالاسترونومي، ذيك علي نقاب القمر والشمس والبلانيت الاخرى. انا فرحان برشا على خاطر با وما اليوم جابوني المدينة العلوم باش نشوف الكواكب والقمر بالتلسكوب. نفتخروا بهالحضور هذايا، والحقيقة يخلينا نطمئنوا على مستقبل تونس من ناحية العلوم والتكنولوجيا. كما تعرف المدينة هذه مفتوحة للصغيرات حتى قبل المكتب وبعد المكتب ويقرأوا في المعاهد والجامعات. ليلة النجوم احتفت بعلماء تونس على غرار عالم الرياضيات نادر المصمودي، كما تخللت برنامج التظاهرة محاضرات لعدد من الكفاءات العلمية. أنا حاولت اليوم يعني أعمل ربط بين الموضوعين، يعني موضوع الاستقرار في ميكانيك السوائل وعلاقته ربما بمسائل تتعلق بالاستقرار في علم الفضاء، في أسئلة قديمة في علم الفضاء منها مسائل تتعلق باستقرار الشمس والكواكب حولها. نتابع ونواكب محاضرات تؤمن من طرف خبرات تونسية متواجدة بالخارج تنشط في مجال علم الفضاء والكون، ولكن كذلك أشقاء من الجزائر ومن المغرب. نجمع كذلك بين الموسيقى والترفيه والمسرح، كذلك بعض المعارض التي تقدم فيها الجمعيات ومكونات المجتمع المعرفة ما توصلوا إليه من نتائج وما أنجزوه على مدار السنة في مجال علم الفضاء والكون. كما ستكون ولايات المنستير وتطاوين وقبلي والقصرين كذلك على موعد مع تظاهرة ليلة النجوم بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا لدى الناشئة. وفي ختام هذه النشرة أشكركم على حسن المتابعة، بقية متابعة طيبة لبرامجنا، كونوا بخير، إلى اللقاء.